السلام عليكم. شو بيدي زاد كالعادة معكم. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير، قناة اللي تكشف تكشفات الأمور غادي يديروهم. عندهم مرحلة، المرحلة الأولى ومرحلة الثانية باش يمشوا ضد الفريق الوطني، الاتحادية وبعض الصحافة المرتزقة اللي غادي يمشوا ضد الفريق الوطني الجزائري، وكما نقولوها لكم ونعاودوها لكم، وهذه معلومة مؤكدة. هذه معلومة مؤكدة كي نقول لكم باللي زاتشي قلعوا له كاع الصلاحيات، زاتشي ما يتجمعش مع بالماضي، راني نقول لكم فيها. زاتشي عطاوه اي 19 اي 20 وقيل 24 وهود، ما عنده حتى الدخل في الفريق الوطني أ، في الفريق الوطني أ ما عنده حتى صلاحية. أنا نقولها الفيسا ونقولها الكمال مهوي ونقولها هذاك رحماني هذاك دي راهم يطاكو في الحاج محمد روروة، خاطش عليه راهم بيطردقو وضربو. نقولها لكم ونعاودها لكم، هذا شيء يدل على بداية المحاسبة الاتحادية الجزائرية. كي قلعوا له الفريق أ صحيح صحيح، ما عطاوه الشامبيونة تاع الكرتون، كاش ما يخدموا على روحهم مع لي زاربيت ومع لي زيكيب اللي يطلع ولي يطيح، هذا ما عطاوه. وعطاوه للفئات الصغرى، والفئات الصغرى دروك ما عنده حتى فايده. قلعوا له تاع كي تلعب جوار في الفئات الصغرى تاع الفريق الوطني ما تديش دراهم، دروك ما عنده حتى فايده. هو يضربك هذا الناس على راه منيرفين على كمال ما هو راه طايع على روروة، لا طايع منا ولا طايع منا، هما بداو بروروة خاطش علاه لي فيديو كاينين، بنادم ما يبغيش يتعب معاهم بزاف، هم كاينين بالادله. مي كانوا طايحين على بالماضي، طاحوا على بالماضي، هم كاينين مصطفى معزوزي كمال مهوي فيسا كاع طاحوا على بالماضي، نهار اللي كان بيجيبو حاليلو طاحوا على بالماضي، باك تعقلوا ليها طاحوا عليها. في الدو راي في عامين في الكاس افريقيا فانيك لاشين تاع الهداف فانيك طاحت على بوقرة، نهار اللي جابوه مستشار تاع لي كاس طاحوا عليه، قالك هذا وين نقرا، قالك وين نقرا هذا فانك طاحوا عليه. يعني الاتصال ولي قنع لي طاح ضمانات، لي طاح ضمانات الاولى زاتشي باش يرسلوه لفرنسا، امر طبق، اوامر فوقيه، امر طبق روح، خاطش هو ما كاش باغي بالماضي وما يبغيش بالماضي، وبالماضي على بالها، بالماضي على بالو لقاه باش يتصور معاه برك، باش يعطي الصورة برك، لقاه باش يعطي صورة برك. هذا يدل على بداية المحاسبة اتحادية فاشلة. حاسبوهم على الأموال، خاطش علاه ما عندهمش الأموال باش يجيبوا مدرب. الحاج خلالهم أموال باش يروحوا يجيبوا مدرب عالمي، راح جاب صباط، سنا جابو غير صبابيط، جابو زوج فرادي تاع صبابيط ما يتشابوش، واحدة ما تشبه لختها. كو جاب نهار الأول بالماضي كو ما راش واصل كيما هكا، وين الخبر عند الدولة بلي 135 مليار، وراي غير تزيد. أنا مي ذكرت 135 مليار ذكرتها في شهرين، راي غير تزيد، غادي بالك تكلم واحد 150 مليار، راهي غير تزيد. محاسبة ماشي زعاقة، باش نعطوكم باش نوضحوا هاد الناس هادو كيفاش راهم طايحين على الحاج، ولي عطا ضمانات وقنعه. حاج محمد روروة هو اللي قنع، قالو عندك ليكيب ناسيونال، عنده فريق، عندك فريق الوطني، ومكن وضمن بلي هذا زاتشي ما عنده حتى دخل في الفريق الوطني الجزائري. راهي دروك انا نقول لكم في الصح ما هو سبب لكمال مهوي راه يتهم في الحاج،
وبغاو قال لهم قال تاع نيجيريا عشان ما تمشوش خطرات كوب دي موند والشعب يكرهني. ما الشعب شكون انت؟ ما تدخلوش الشعب. شكون اللي قال لك اهدر باسم الشعب؟ انت شكون اللي قال لك الشعب؟ شكون وين هذا الشعب يورينا؟ اخرج خرج للتيرا، خرج للشعب، خرج في وسط الشعب، روح الحي الشعبي وشوف روحك للناس تبغيك. ايوا واهدر قول لهم بلي الشعب راه كاره راه وراه، اهدر هذه نامنوا بها حنايا. ولا كيما قاعد في البلاطو قلت له ما عندي لي ميرو تيليفون تاع هذاك تاع لونتي تاع بلجيك ولا شتي. لا ما تنرفاو، شي كاينه محاسبه كبيره، تبقاش تنرفاو على تنرفاو على مي تسمعوا الحاج وتسمعوا الحاج. هو هذه المجموعه تاع الحاج، هذه الحاج راه يوجد من بعيد، الحاج غادي يولي. حنا ما ناش نشيتو ولا رانا، انا باغيين اعلامنا يبان في قطر. لازم رجال يولوا باش الاعلام يولي، لازم رجال. خاطش علاه الا دروك الا تشوفوا نتوما، تشوفوا الوزير قال لكم روحوا لكم دي موند 2022، مش يزاتي. لازم يكون عندك التسيير احسن من التدريب، هذه نقولها لكم ونعاودها لكم. انا مانيش نهدر غير هاك، والهضره هذه من بعد تشوفوها، هذه الهضره هذه بعد تشوفوها. انا على بالي لي كومونتو شكون اللي يدخلوا، مغاربه يدخلوا، وانا نفتخر كي يصيب المغاربه المغاربه خايفين من الهضره تاعي ويعايروا. والله لا نفتخر، اي الحمد لله نقول مزيان المغاربه ما يسمعوا فيني، نفتخر والله لا نفرح. خاطش على الهضره تاع الصح تضر، كي واحد يرد عليك راه راك ضاره، وكي واحد يشكرك راه فرحان بيك وفرحان بالهضره تاعك. هذه اللي نعرفوها احنا في اليوتيوب، كي نحس انايا راني نعطي في المعلومه الصح، ونصيب واحد مضرور يدخل مغربي يدخل تاعك. ولا نعرفوهم حنايا لي زاجون تاع الهداف، ولا لي زاجون تاع النهار، ولا كاين ناس اللي راهم مع الاتحاديه مكلينهم قاعدين يقرعوا دير فيديو يعايروك. هادو نعرفوهم يا ورانا عارفينهم، نقلعوهم يعاودوا يدخلوا باسم واحد اخر، نقلعوهم يعاودوا يدخلوا باسم واحد اخر، نعرفوهم. راه على بالنا كاش تكاين، عندهم شعال، عندهم 3 مراحل اللي نوجهوا اللي لازم. وراني موجد دي فيديو نهار اللي يجي جمال هنا تجلس نمدلو لي فيديو على هاد الصحافة وعلى المحللين العالميين، نمدله هاك شوف، استغل في غرضك في تعرف الطريق اللي تحكمها مع هذه الصحافه. لازم يعرف، خاطش علاه حنا بينوكفو معاه. هاك لي فيديو رانا موجدينهم فلاش ديسك الحمد لله، هاك تفرج في غرضك، موجدين كلش في طو يحمي روحو منكم، باش يحمي روحو من هذه الصحافه، ويحمي روحو من المحللين العالميين اللي عندنا، ويحمي روحه من الاتحاديه. خاطش عليه راه عندي كلام اللي قاله زاتشي على بالماضي، مي قال لهم حاليلو وبالماضي ما كاش كاع في الميموار عندنا، ماشي ما كاش في الفكره تاعنا. مي كان يكذب علينا كان يقولنا بين نروحو نجيبو واحد من البروميتور، مدرب عالمي، مدرب مونديالي، نداء الوطن. والله العظيم يا ذا جمال بالماضي، يا ذا بوقرة لا فكرونا في الجيل تاع 58 اللي بنى الفريق الوطني الجزائري، اللي داروا نداء الوطن وهربوا لتونس وكونوا فريق وطني، وباش يوروا باش يبينوا القضيه الوطنيه، قضيه جزائريه. والله لا فكروني بها. خاطش علاه راه جاي قال لك ما تهدريش عبد الرحمن، راه جاي بالباجاج تاعو، الباجاج تاعو ماشي سروالو وقمشتو، الباجاج تاعو لي ديبلوم، اجايكم بلي ديبلوم. خاطش ما تقولوش، خاطش ما يخرجش علينا بوحنيكه ولا بالشيخ يقول لك اعطيني السيفي، ولا حد اللي قال لهم ما عندوش خبره. لعابه عندهم خبره، ما عندوش خبره. انتوما مي قلتوا على ماجر خلوه يخدم، ماجر عنده خبره في الميادين 15 عام هو مقيل معاكم، يشرب في القهوه والقاطو والمقروط، عنده ماشي عنده خبره في لافريك، راس الاخضر ربحاته، راس الاخضر ربحاته. اعطونا الا هو عنده خبره. طب كي راكم تعطوا، ولا تجيب الشيخ يقول لك اعطينا السي في، السي في معمر بالالقاب،
انا كي قلت لك راه مهود لك، مهود بالباجاج تاعو هو وبوكرة، وقرا قرا على التدريب، واللي نتوما ما بغيتوش تعطوه كاف بي كاف سي للحاج راح جابه له من مصر، وقرا مش جابه له معرفة، كان يقرا عامين ويقرا في مصر عامين، من هاللي نتوما جيتو حبستو وقال لكم نقرا، قلت له لا صاي حبسنا بلعتو تاع الاخرى كانت مشهورة في لافريكا، كانوا لي زافريكا يجوا يقراو عندنا، كانوا لي زافريكا يجوا يقراو عندنا. بعد هذه الايام على بالي باللي درتو دوموند باش تحلوها ما خلاوكمش، قال لكم لا اي في مصر اللي باغي يقرا يروح لمصر، شو مصاروا كي زعماء يبغوا بلادهم اللي باغي يقرا يروح لمصر، هذه هي. اما لا حنايا من بعد نجيب لكم المرحله 3 مراحل هذه الصحافه والاتحاديه باش تحطم بالماضي والفريق الوطني الجزائري، 3 مراحل عقلوا عليها، بعد نقول لكم عليها في الحصه الجايه نقول لكم عليها. صحيتوا وربي يحفظكم، والتحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.